معايا أروان. النهارده هعمل لكم خلاصة التجارب بتاعتي. كب كيك للولاد جميل قوي هيعجبهم، شوكولاتة وكريمة الزيت، سهل قوي وبسيط. ركزوا معايا. أنا عندي كوبايتين من الدقيق، دي كوباية وتلتين من السكر الباودر. يا ريت يبقوا منخولين بالذات السكر، لأن أوقات بنجيبه بيبقى فيه كده كور مكلكعة شوية. عندي كوباية زبدة، عندي ثلاث بيضات، عندي فانيليا، وعندي بيكنج باودر، بيكنج سودا، وطبعا كاكاو. ويا ريت نجيب كاكاو كويس، يعني بيفرق قوي في الحاجات. طبعا مش قادره اقول لكم الفانيليا يا جماعه، الفانيليا الليكويد السايله دي احسن بكتير بكتير من الفانيليا اللي احنا واخدين عليها على طول الباودر، وسعرها مش غالي وموجوده في كل السوبر ماركتس. يا ريت تجيبوها، بتفرق جدا في الطعم مع الحاجه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحضر المواد الجافه مع بعضها. اوكي، عندنا الدقيق، هنحط عليه معلقه، نص كده معلقه من البيكنج باودر. تمام. بالنسبه للبيكنج سودا هنحط تقريبا معلقه ونص من البيكنج سودا. وعايز البيكنج سودا الاكياس دي كده. هنحط الكاكاو، الكاكاو تقريبا ربع كوباية، يعني تقريبا ثلاث معالق كبار من الكاكاو. طبعا الخام مش الكاكاو اللي هو اوريدي مسكر ده، لا مش هينفع معاها. هنحط كده رشة خفيفة قوي كده من الملح عشان تقيل يعني. تمام. بعد كده هنعمل بقى الزبده والسكر. زبده ثانيه بس كده، واحط السكر. تمام. وبعد كده هنحط الزبده عليها. تمام. هبتدي بقى اضيف عليهم البيض، بس بقى بيضه بيضه، مش هنحط الثلاثه مع بعض مره واحده. اوكي، اضيف البيضه. تمام. وايه، هضربها. تمام. وبعدين البيضه الثانيه. من الفانيليا ونكمل الضرب. كل ده في بعض الضرب بقيت ايه؟ بقيت جاهزه. تمام. اوكي، هنحط المواد الجافه على الدوت وايه، ونقلبه. عندي هنا سكتش كده بيها، عشان برضه ايه احرر بيها. مش هحط كميه كلها، هحط ايه تدريج يعني نص كده. تمام. واقلب بقى ايه بالراحه لغايه لما الخليط كله ينتزع، لغايه لما كله يدخل في بعض. طلع كده من تحت، اوقات يبقى كده ايه يعني ما اتخلطش. في حاجه بقى تكه كده كمان، ان احنا هنحط ميه سخنه، ميه سخنه من الكاتل، ميه سخنه بتغلي تقريبا تلتين كوبايه من الميه السخنه وتحطيها، ولازم تكون سخنه، سخنه كده بتغلي. اوكي، هتخلي العجينه اطرى شويه، وعلشان هي سخنه هتخليها لينه اكتر. اقدر احطها في صينيه الكب كيك على طول ان شاء الله. صدقوني يا جماعه دي احسن طريقه للكب كيك بعد كل التجارب اللي انا عملتها.
عملت كذا طريقة من على الإنترنت، ودي أكتر واحدة ظبطت معايا. وعايزة أقول لكم كمان إيه، إن أنتوا ممكن ما تعملوهاش كب كيك بس، يعني دي كمان تنفع كيكة شوكولاتة عادية، تحطيها في صينية كيك عادي خالص، مفيهاش أي مشكلة، تستوي لوحدها. الورق ده طبعا يعني ورق الكب كيك ده بيتباع في السوبر ماركت علبة كده، أشكال بقى وألوان وحاجات سهل، تاني ناس كلها دلوقتي يعني تعرف تجيبه، مفيش منه مشكلة، مش غالي ولا أي حاجة. هنجيب بقى ايه، معلقين كده ضراف علشان أعرف أحط الكيك ورق. طبعا يا جماعة ما تملوش المكان قوي علشان تدوها فرصة انها ايه لما تكبر شوية ما تطلعش بره الصينية. وبتدخل الفرن على درجة حرارة طبعا 180، اكيد كلنا عارفين الكيك كله على 180، تقريبا تلت ساعة. كده اتحطت خلاص، بدخلها بقى الفرن تلت ساعة، اتأكد انها استوت ازاي، بخلة اسنان ادخلها فيها اطلعها، لو لقيتها طلعت العجين يبقى هي لسه ما استوتش، استنى عليها شوية، لقيتها طالعة نظيفة ما فيهاش أي حاجة يبقى الكب كيك استوى. انا راجعة لكم بعد تلت ساعة تكون الكب كيك استوى، نشوف بقى هنزوق ازاي. كده الكب كيك استوى، هو 20 دقيقة زي ما اتفقنا، يبقى كفاية عليه ان شاء الله. دلوقتي هسيبه بس يهدى كده شوية وهطلعه علشان نزوقه مع بعض بكريمة الزيت، ان شاء الله يعجبكم. خلصنا الكب كيك، هنعمل دلوقتي مع بعض كريمة الزبدة اللي هنزوق بيها الكب كيك، كريمة الزبدة بالشوكولاتة، سهلة برضه قوي ما فيهاش حاجة. دي تقريبا كوباية من الزبدة، تمام، هنحطها هنا علشان هنضربها الأول لوحدها، يعني احنا مش عايزاها سايلة ولا عايزاها ماسكة. تمام كده كفاية ضربها. هبتدي بقى ايه، احط لها السكر تدريجيا، دول تقريبا 3 كوبايات من السكر الباودر. طبعا اهم حاجة ان لازم يكون السكر مدخول، لان كريمة الزبدة دي احنا هنحطها في كيس الحلواني علشان هنزوق بيها الكب كيك من فوق، فما ينفعش يكون السكر الباودر مكلكع عامل كده كور صغيرة، هيبقى مش حلو خالص. فلازم تتأكدي ان انت يعني يا ريت يبقى مدخول كويس قوي. دول تقريبا 3 كوبايات من السكر على كوباية الزبدة دي، هنحطهم بالتدريج ونضرب برضو. تمام، هخلص الكمية كلها وارجع لكم كده. انا حطيت كل كمية السكر 3 كوبايات مع كوباية الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، انا كده حطيتهم ايه كلهم. دي كده كريمة الزبدة جاهزة، بس انا عايزاها بالشوكولاتة. ففي افكار كتيرة، يعني ممكن تحطي كاكاو، ممكن تحطي شوكولاتة نوتيلا مثلا، يعني افكار كتيرة، بس انا ايه هحط الكاكاو الظريف ده. احط معلقة، احط معلقتين كده ونضرب. ببقى عاملة حسابي دايما ان انا معايا سكر بودرة زيادة على جنب، عشان لو لقيت العجينة طايرة يعني طرية قوي معايا، يعني الزبدة ممكن كانت اكتر شوية او حاجة، فاقدر اعوضها بالسكر الباودر او حتى بالكاكاو، لان هو هيمسك. لو لقيتيها بقى ماسكة قوي قوي تعملي ايه؟ ممكن تحطي لها مية، معلقتين مية في معلقتين مية، حبة صغيرين لغاية لما يبقى السمك بتاعها كويس، ده لو لقيتيها يعني ناشفة قوي معاكي. ممكن تحطي بدل المية لبن، بس اللبن مشكلة ان انتي كريمة الزبدة لازم هتاكليها في ساعتها، لان لو سبتيها مدة طويلة ممكن اللبن يعني مش ما يستحبش اللبن، ممكن يبوظ. ف اتأكدت كده منها هي ايه اخبارها، هتحتاج ناشفة قوي، هتحتاج معايا شوية مية صغيرين، ممكن ايه يعني نحط لها كده معلقة واحدة بس من المية. المية دي مية ساقعة، مية ساقعة من الثلاجة. طب كده لقيت ايه
جاهز معايا ان انا ازوق بيها على طول الكيك. كريمه الزبده دي بقى عندي فيها كيس حلواني اهوت، وانا حاطه له بالشكل ده اهو. تمام، هبتدي بقى احط كريمه الزبده هو هنا. اوكي تمام كده، بصوا متماسكه وحلوه ازاي. لو حابين تغمقوها اكتر من كده ممكن تزودوا شويه من الكاكاو. اوكي بس انا عاجبني لونها كده، لونها كده حلو. تمام كده، اجيب واحده واحده. اوكي اوكي نحط هنا كده، ندوس. تمام الف. تمام ادي كده اول واحده. واحدة اتنين صفرات زي ما انتم شايفين اهو. تمام تبقى حلوه قوي ان شاء الله. تمام يعني انا ايه بوريكم شكلها النهائي هيبقى عامل ازاي. هنا بنحط فيها صوص التشيزرز اللي هي الشوكولاته كده، عارفينها نحط بقى كده من فوق. اوكي على كل واحده من الكابكيكس كده. ممكن لو عايزين نزود اكتر من واحده براحتنا وزي ما انتم عايزين. الكب كيك خلص حلو، ويا رب يعجبكم. جربوها صدقوني سهله قوي، طعمها تحفه تحفه يعني انا ضمناه.